سلام عليكم. من حوالي 6 شهور انا كنت موجود في الملعب ده عشان اتحدى سوري جيمر وعبده 2 اكس تي تحدي كره قدم في الحياه الواقعيه، واعتقد كلكم شفتوه وطلبتوا مني ان انا اتحدى شخص تاني قد يكون بيدعي ان هو بيفهم في الكره، ولكن احنا في الفيديو ده هنعرف اجابه السؤال ده كويس. انا النهارده هتحدى عمرو بيش يا جماعه في نفس الملعب ونفس التحديات عشان نشوف اخره فين. وانا عارف يا بيش انك بتتفرج على الفيديو دلوقتي، واحب اقول لك انت هتموت النهارده. يا مارادونا تعدى تعدوا يا كرايف، اصبروا على اعتراف يا بلاتيني، قل الحقيقه يا زيزو، اليس هو الافضل؟ والتحدي يا جماعه هينقسم لثلاث اختبارات واضحين. التحدي الاول هيكون بينالتيز او اللي هو ضربات جزاء يا جماعه، هنشوط احنا الاثنين على حارس محايد او اللي هو حارس تاني يا جماعه حد غيرنا عشان يبقى الاختبار متكافئ. فبسم الله الرحمن الرحيم هيكون معاكم المعلق الابرز عالميا علي بولتكس. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. واحد الله عزيز، بص هنا انا قلت لك واحد الله، خلي بالك لا بنعتمد لا اسم ولا سنه. بقى لك 3 سنين لا بتعتمد لا اسم ولا سنه. ده بقى مش كل مره هتنمر، بقى انا هشوط عادي. يلا يا فنان، يلا يا فنان في الانجاز كده، الله يكرمك. انت لعيب بقى، واحد واحد. افضل كام شاب في تاريخ كره القدم بيقول لي انا عاجبني ان الجون واقف جوه الجون، يعني دي فاهم. ما هو انا دافعله دافعله بس ماشي. انا دافعله المفروض ليا انا. ايه ده يا ده، عايز اسكن اللابلوب في نفس الزاويه حضرتك. ما تترمي يا نجم. مش عشان صاحبك، مش عشان صاحبك، مش عشان صاحبك. التايمر تاني. شوف حتى انا يا جماعه كل واحد فينا شاط شوطين وكل واحد حط الكورتين بمنتهى السهوله، النتيجه 2-2. نكمل ونشوف ايه اللي هيحصل. كلها بقت نيمار بقى او ولا ده بوجبا ولا مين في نفس الزاويه للمره الثالثه على التوازي. الان مع البولتكساوي وللكره الثالثه، هل سيضعها في الشباك؟ الله الله الله، 3-2 كده حضرتك. انت يا ابني ليك مكافاه بعد الماتش، انا هشطلك هناك ماشي في الزاويه دي. ما قال لك هيشوطها هنا صح؟ المشكله يا جماعه ان هو جه للشخص الغلط في تحديات الكوره. عامل له ايه طيب؟ انا ما اعرفش انت دفعت له اكتر ولا ايه. حاليا يا جماعه قبل الشوطه اللي هتتنفذ دلوقتي دي، بشر كسبان 4-2، ولكن هو شايف شوطه زياده، فبعد الشوطه دي هنشوف اذا كان ايه البولتكساوي سيضعها في الشباك ولا يتقدم ده. البولتكساوي في التسديده الرابعه ويضعها في التسعين. حلو بصراحه. تسعينيه. هات بس كده اقول لك بس. بس يا جماعه لو هنكسب ايزي، ايه فكره في الستايل؟ طيب مش عايز ترجع شويه في اخر شوط دي؟ ارجع فنان، هنخاف ولا ايه؟ ترجع يعني؟ ارجع يا باشا. لو العظيم مش هتدوس لايك ولا انت قاعد واحد نازل وستة الصبح وبتاع زي ما يكون في الجيش يعني. البعشور والتسديدة الخامسة. الله. تاكل ايه ماك ولا عايز ايه؟ لو انا رجعت بيها لغاية هنا يعني حوالي متر كمان وجبتها تتحسب لي باتنين؟ لا لا. هو ايه اللي ما بعتمدش الهبل ده بصراحة. لا مع العب يا حبيبي من هنا وهدى زي الناس. خلي فيه منافسة يا عم. هرجع. ما انا لو جبتها من هنا وشطها برضه تتحسب باتنين. ماشي براحتك، انت عايز تشوطها من هنا بواحدة ماشي، عايز تشوطها من هنا. انا عايز اشوطها من هنا. انا عيل صغير بقى وهشوطها من هنا. بصراحة الراجل ده لابس لي تن بشر وبتاع. تعالى اوريهم، تعالى اوريهم بس تن بشر. الراجل ده هيموت النهارده تمام. هنعمل له كده اهو بولتكس 11 اهو في المخرج. طب عايزين الناس عايزه تشوف الكوره اللي اتشاط. الناس عايزه تشوف تيشيرت اعظم لاعب في تاريخ كره القدم. حلو قوي. هي مش حلوه بس هي حلوه قوي يعني حلوه قوي. يا جماعه اكتبوا لي، اكتبوا في الكومنتات يا جماعه انا 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 اللي جامد فشخ ولا الجون اللي تعبان ولا بولتكس اللي تعبان. ده موضوع تاني. احنا نجيب الواد الصغير. تعالى يا ابني اقف جول يا ابني. اخر تسديده للبولتكساوي، هل سيفعلها ويجلب نقطه اخرى لنقاطه؟ والله وعملوها الرجاله ورفعوا راس مصر بلدنا. الحق لازم ينتصر يا خبيث. انا ردي في التحديات القادمه. يلا بينا. ماشي يا جماعه، شايفين الراجل ده؟ الراجل ده هتحط عليه وقتي لان احنا هنلعب يا معلم 1 في 1 اوكي. طبعًا واحد طبعًا. ضد واحد، محاوله مراوغه. حلو الكلام. طبعًا. وهن ايه في كوبري ان شاء الله جايه. طبعا طبعا. بما ان هو يا جماعه ابتدى في التحدي اللي فات، فانا اللي هبتدي في التحدي ده. يلا بينا. فحاليا يا جماعه بش متقدم في التحدي اللي فات بفرق حوالي نقطه او يعني ركله جزاء، ولكن يعني رايي الشخصي ان الستايل اهم من الكلام الفاضي اللي بش بيعمله ده. ولان يلا يلا يبتدي التحدي. بسم الله الرحمن الرحيم. البولتكساوي امام البعشور، محاوله مراوغه. البولتكساوي هيعدي ولا ايه؟ البولتكساوي بيحاول. كميه فرق طبعا في ارضيه الملعب. اوبا ايزي. ماشي 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 ماشي. يضعها في الشباك. يلا يا فنان. بشر اول محاوله امام البولتكساوي، هل سيصمد دفاع البولتكساوي امام البعشور
يا فنان. ايه ده راح فين ده؟ اسد. ايه ده؟ هو الحقيقه بشر عدى بطريقه يعني مش يعني ده قبل الواحد حاس ان هو كان بيلعب ار 9 تقريبا حاجه هاري كين كده فاهم، مهاجم اللي هو رقم 9. كريستيانو خطيره لريال مدريد، واحد على واحد رونالدو مار كرة. دي لعيونك انت عايزين مشاهد. كلات فيفا عامله له مشاكل في حياته، انا راجل متواضع بشير صحتي اقعد افرهد مع واحد زي يا عم انت متلصم بقى. خش خش. ميسي انكر 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 ميسي. عملها ازاي دي؟ دي مهاره روبرتو كارلوس عملها سنه 2000. لا ده ربنا المنتقم كده. لا ما رضيتش اشوط. ده اسمه عنصر التخويف اللا ارادي، هو بيخاف. انا بس بزعق فيه هو بيخاف على طول. ما خفت مين بقى؟ ما رضيتش اشوط رحمه كده. طبعا يا جماعه بعد ما الواحد ما رضاش يشوط رحمه طبعا يعني واضحه كده بيش عنده فرصه في المحاوله الجايه ان هو يتقدم عليا في النقط، لان دي هتبقى المحاوله الثالثه ليه. ثلاجه هو يا جماعه ار 9 ده؟ ده ماشي بقل 2. سهله حجز دي مؤخره حجز على طول. طبعا هنا بش كان بيحاول ياكل عيش قالوا يعني ما بنسيبه. خش يا ابني بالمحاوله اللي بعدها. البولتكساوي يعدي بمهاره. انا سبتك بس عشان السن. يا نهار ابيض على نولوك وجمالها عشان عنصر السن بس سايبك. هوبلس والله. ولان عندنا فقره صغيره كده شرح سكيلز اف سي 24 يعني هيقدمها اليوتيوبر عمرو بش معانا. خش يا ابني. ال1 مربع اكس. ال1 مربع اكس. ايوه ال1 مربع اكس اتجاه الاستيكو. ايوه ولف بينا دنيا. على سحليه ولا ايه؟ يا جدعان حرام. خش يا فندم. المحاوله التي بعدها للبولتكساوي. البولتكساوي طبعا يعني بيحاول الفرق. ايه اللي انا شايفه ده؟ لا اجري بقى انت السن بقى فاهم. اوعى ده نو لوك. يا باشا نو لوك. يا بيه نو لوك اللي عمر حضرتك ما هتشوفها دي. حاليا كان في معانا لقطه كان المفروض تتشال في المونتاج بس ما اعرفش طبعا يعني ايه انا هجازي الاخراج على وجود اللقطه دي في الفيديو يعني. الله نور. انقذني ده باشا. محاوله الاخر بالطار. يلا غدار شيلوا اسد. يلا اوبا اخس. لا كلمة يا اخوانا بقى، كلمة شوية معلش. واحد الله بقى. كلها بولتكس بقى. لحظة تركيز، تركيز تام حاليا. تركيز تام. اوعى يا عم كريس. ايه اللي أنا شايفه ده؟ تعبت يا جماعة. علق عليه من الناحية التانية كده ولا أي حاجة. اوف جول. أنا اللي جبان. ارجع جول يلا. لا جوه 18 عادي. أسد. انتوا مع بعض ولا ايه يا شيخ؟ بصوا يا جماعه التحدي الاخير هيكون فري كيكس اللي هي فاولات حره. هلعب قصاد الراجل الكبير اللي هناك ده اللي هيتحط عليه برده تاني دلوقتي. كل واحد ليه 5 شوطات من ابعاد مختلفه. هنبتدي اول واحده من على الخط ده، معرفش هو باين في الكاميرا ولا لا، بس الخط ده. بعد كده هنقعد نبعد يارده او 2 يارده حوالي متر متر ونص كده كل شوطه لغايه 5 شوطات ونشوف مين هيجيب اكتر بوينتس او اكتر كور. حاليا يا جماعه البولتكساوي بيركز وبيدور على البلف في الكوره عشان يشوط منه. شفت الحركه دي؟ يعني بجهز الكوره كمان معرفش بتفرق في ايه. يتقدم البولتكساوي. هذا انا بسخن بس مش اكتر. بعدين بتساهل ده راجل كبير برضه يا جماعه يعني باذن واحد احد هيضيع باذن الله. فوق شمال المنافس الرديء. ضيع المنافس الرديء. المحاوله التي بعدها يا ابن اللعيبه يا بولتكس. هدف اسطوري، هدف للتاريخ كده سيتم تأييده تاريخيا ويذكر ويشهد والحاجات دي. اربع شهور ومحاوله تركيز. فايري. مش عارف ليه؟ هل هنقعد نشرح كتير ان هي كلها بولتكس يعني؟ مش عارف اقول له حاجه يا بولتكس. انا قلت له في الملعب يا جماعه مش هو مش مصدقني، هو عمال يحاول بقى وكده يعني. قولوا له انتوا حاجه في الكومنتس يعني هنعمل ايه؟ كلها يعني هتتبلتكس بقى وكده يعني ولا ايه؟ حبيبي التحدي ده اخلص انا كسبان فيه. انا سايبك عشان راجل كبير بس. حاليا يا جماعه احنا شوطنا احنا الاثنين كل واحد مرتين، فدي المحاوله الثالثه وتقريبا الياردة الثالثه او اللي هو الخط الثالث يعني اللي هنشوط منه، فالمسافه بقت ابعد نسبيا من البدايه بكتير. الموضوع ابتدى يصعب ليه كده؟ انت يا عم صغرت ليه كده؟
بولتكساوي وحشه أسعد. وحشه التكنيك هيكون كالاتي، نحاول اديها له ارزعها فوق شويه فهي عبال ما توصل له تكون نزلت تنزل من فوق زي ما نزلت في المره اللي هي اللي قبل اللي فاتت دي. طبعا ده تكنيك لو ما ظبطش سير اليكس على طول. دي شوطه روبرتو كارلوس ده هناك بقى، يبقى قابلني يعني، يبقى قابلني. طب تعالى قابلني، اهلا وسهلا بشر. ازيك يا حبيبي؟ الله سوما، شايفين الحته دي لو شط منها ولا هتفرق في اي حاجه، حته كريسي كده. بص يابا الوقفه، كريستيانو رونالدينو. هي مش بالوقفه على فكره، مش بالنفس على فكره. كريستيانو مش بالنفس مين بس، تعالى كلمني بقى يا عم بقى. يا عم بقى والله يا عم، الجون محتاج جون يا عم. بعدين هو ما صدهاش، صدها ودخلت، معناها ايه؟ ان الشوت باور عاليه، قوه التسديد يا بيه. بقول لك جزمه نيمار، بقول لك دافع بقى. الله ايه يا نجم ده يا نجم؟ منين هو انا شايط من هنا يا جدعان؟ دي غش يا جدعان بقى يعني. يا لهوي، عايز تكسب قول لك يعني، قول لي نفسك تكسب اقول تكسب، سيبك حاضر يعني، انما هتقعد تغش وكده. فوق شمال يا ابني، اسد اسد. فاكرين الكليب بتاعت ميسي بتاعت ليفربول 2018 في دوري الابطال لما رزعها بعيد قوي؟ احاول اعملها ويبقى بيني لو ظبط. عايز تعمل ايه حضرتك؟ انا شوتها على طريقه ميسي. مش ده الجود بتاعك؟ جود ده المعزه بتاعتك؟ ده المعزه. حاضر يا مين. بص بقى ميسي ايه، وقف وقفه كده، عمل لك كده اهو. بقول لك يا جماعه انا هديها كريستو خلاص. يلا طلعت ميسي صعبه قوي بصراحه. يلا يا لهوي، حلوه بصراحه، هي حلوه بس الجون متالق يا لهوي بصراحه. ودي اسد حري، كسبت التحدي ده يعني؟ يا باشا انا تاركه للاخر. العبره بالايه؟ هو يا جماعه اللي جايب الجون ده على فكره منافس ضعيف، شرس شرس وضعيف شرس. احب يعني، شرف كبير جدا 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 ليك ان انت لعبتني النهارده. انا عارف ما بهدلك في ضربات الجزاء في ال1 في 1 بهدلك فيش الضربات الاخيره دي. هو الجون الجون صاحبه اصلا، الجون صاحبه عمال يقول يا جماعه انا سكيلز هاكله كباب وكفته بعد الفيديو. المهم يا جماعه، الفيديو ده يوصل كام لايك؟ بصراحه بجد مش اقل من 50000 لايك بصراحه بجد يعني. بس يا جماعه قناه الفيديوهات وصلت تحت في صندوق الوصف، قناه الراجل ده تحت في صندوق الوصف برضو. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام عليكم.